سلام البنات، كنتمنى تكون على خير وبخير. كما كتشوفوا معايا هنا عندي هنا الانواع ديال السمك. راني ماشي في سوق السمك، راني بغيت نحضر لكم اليوم واحد الوصفه ديال البريوات بالسمك او البريوات الحوت. هذه الوصفه هذه زعما كتجي زوينه وكتجي لذيذه وما فيهاش صعوبه، ما كتاخدش معنا بزاف ديال الوقت. بغيت نتقاسمها معكم. دونك اول حاجه غادي نبدا معكم نوريكم الانواع ديال الحوت لي غادي نستعمل، لان بزاف البنات كيطلبوني نوري لهم يعني لي ساشي ولا الاشياء اللي كان نكون شارياها والاماكن فين يمكن لهم يلقاوها، سيرتو هنايا بالمانيا. دونك اول حاجه غادي نبداو نشوفوا هذا الحوت الانواع ديالو وفين يمكننا نلقاوه. اول حاجه غادي نبدا معكم بها كاين عندي هنايا اللاكس، هانتوما كما كتشوفوا عندي اللاكس او السومون، هذا اللون ديالو اورانج، هاهويا الاسم ديالو باش الا بغيتو تاخدوه. هذا خديتو من كوفلاند، اما كاين في جميع المحلات ولا لي سوبر مارشي ديال المانيا فين ما مشيتو غادي تلقاوه. هذا لاكس، حتى هو هذا زي لاكس، هذا اللون ديالو ابيض، هذا بحال داير بحال الفيلي بيض، كيختلف شي شويه على هذا، حتى هو خديتو من كوفلاند. عندي كذلك كروفيت اولا غارنيلن، في المانيا كيسميوه غارنيلن، هذا هو لومبلاج ديالو، هذا بيو، حتى هو خديتو من كاوفلاند، وانا قلت لكم تلقاوه جميع المحلات. عندي كذلك عندي هذا بانغازيوس فيلي، كنحاول نبين لكم الاسماء، بانغازيوس فيلي هذا حتى هو كاين غير انا هذه المره خديته من غير. الا مشيتو لغيفا غادي تلقاو فيه جميع الاشياء اللي كتقلبوا عليها، ويمكن لكم تعوضوا مثلا هاد بانغازيوس يمكن لكم تعوضوه بتيلابيا، المهم يكون غير الحوت يكون فيلي ابيض، يكون بحال هاد الشكل هذا، يكون السمك بهذا الشكل هذا، ما يكون فيه لا على يعني لا شوك لا حتى شي حاجه، ويكون سمك ابيض. يمكن لكم تعوضوه، ماشي ضروري ديروا هاد النوع هذا ديال هاد بانغازيوس. عندي هنايا كالامار، كالامار مجمد، نورمالمون كنديرو يعني طري، ولكن فاش مشيت نشري الطري لقيت الحوت تقاد لهم ما لقيتوش، داكشي باش خديتو هاد المره مجمد. هادو السمك اللي عندي، هادو يعني ثلاثه ديال الانواع اللي غنستعمل، ولا اربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه، غادي نستعمل اربعه الانواع، لا يا ربي خمسه مع الكروفيت، خمسه ديال الانواع، ولكن نتوما يمكن لكم يعني تقتصروا على جوج ولا ثلاثه، ديروا الكالامار ديروا الكروفيت وديروا النوع من السمك الابيض، ولا بغيتو تزيدوا هذا اللاكس هذا كيعطي واحد النسمه زوينه. هادشي فيما يخص السمك. غادي نحتاج كذلك لهاد الصا، غادي نحتاج الشعريه الصينيه، اما ساشيه كبيره اما صغيره، كتباعو جميع الاحجام، هادو يمكن لكم تلقاهم عند الشينوا، انا كنشريهم عند المحلات ديال الشينوا. وكذلك غادي نوريكم الورقه اللي كنستعمل، هذه هي الورقه اللي كنستعمل، هي هذه فيها 40 حبه يعني 40 ورقه، كاينه اللي كتكون اللون ديالها ازرق من هنا وكيكون اللون ديالها احمر، هذا اللون الاخضر كيكون من الحجم المتوسط، وكاين الحجم الصغير وكاين الحجم كاين ما اكبر، يعني هذا هو الحجم اللي كنستعمل انايا. الثمن ديالها كدير 2 اورو و 79، نورمال كتكون 2 اورو و 99، هاد المره دايره 2 اورو و 79. هذا هو الحجم ديالها، زعما زوينه بزاف تشكيل البريوات سواء ديال الدجاج ولا ديال الحوت، ما كتعجبكش فاش كطويها، يعني كطويها بكل سهوله. دونك من المحلات ديال الشينوا، راهم كاينين موجودين بزاف في المانيا. وغادي نحتاج كذلك الفرماج غابي، انا درت هنا داك جودا كيجي زوين، يمكن لكم ديروا متخلطوا مع موتزاريلا، يمكن لكم يعني ديروا النوع اللي كترتاحوا نتوما فيه. دونك هادو المقادير اللي غادي نحتاج، ودابا غادي نوريكم المقادير اللي غادي نحتاج في الخليط. دونك هادو غير الاشياء اللي متعلقه بالسمك وبالورقه وبالشعريه الصينيه والاماكن فين يمكن لكم يعني تلقاوها. كنتمنى نكون جاوبت الاسئله ديالكم كامله، باش هكا الا بغيتو تحضروا تكونوا عارفين منين تشريو هاد الشيء هذا، سيغتو البنات اللي عاد التحقوا يعني هنا في المانيا مازال ما كيعرفوش البلايص بزاف منين يشريو. دونك نتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم. اول حاجه البنات غادي نديكونجلي هاد الحوت هذا،
مثلا الا كنتو ديجا شاري الحوت وكنتو غادي عوالي غدا تصوبوه، من الاحسن جبدوه في الليل كما درت انا. انا جبتهم في الليل، كاين شي اشياء اللي جبتها في الليل، مثلا هاد الكروفيت هذا جبتو في الليل، دونك انا غادي هو ديجا مكون يعني دي كونجلي صافي تطلق. غادي نحيدو من هاد الساشيه ديالو وغادي نطلقو. هانتوما كتشوفو راه ديجا يعني تطلق. بالنسبه للكالامارو هما غادي ندير القدر اللي غادي يكفيني. يعني حاولوا بحال الكالامار ما تكتلوش بزاف، يبدا شويه لان كاين السم. غادي نحيد عاوتاني هذا فانتازيوس. غادي ندير القياس اللي غادي يكفيني الحوت البيض، وخا تكتلو منو معليش. انا درت هنا 4 ديال كما كتشوفوا 4 ديال الحوت. هذا تا هو راه ديكونجلا. ها نتوما نوريكم البنات السمك ديالو كي داير. هذا هاد اللاكس هاد اللي قلت لكم اللون ديالو ابيض، شوفوا كي داير كيجي على هاد الشكل هذا بهاد الطريفات هادو. المهم غادي نحط هادشي كله، غادي نخوي عليه واحد شويه الماء ونخليه يتطلق ونصافي ونديرو فواحد الشبكه نخليه كيقطر صافي، باش ملي نبغي نحتاجو في تحضير الوصفه غادي نلقى كلشي واجد وما نلقاه خالي من داك الثلج وداك الماء اللي كيكون فيه. البنات غادي نحتاجو البوري اولا البر اولا البواغو، غادي نحتاجو واحد جوج وحده كبيره ولا زوج، غادي نقطعهم على هذا الشكل هذا. غادي نحتاج جوج خزويات، هادو اختيارين الا بغيتو تضيفوهم، ما بغيتوش اي بلاش. غادي نحتاج واحد نص فلفله حمراء طريه، غادي نحتاج قزبر ومعدنوس مقطعين وثومه 3 ولا 4 ديال الدراس، هادو غادي نطحنهم اولا دقوهم في المهراس. غادي نحتاج شامبينيون، الا عندكم طري ديروه، ما عندكمش ديروا هذا ديال العلبه. غادي نحتاج الزيتون خضر بلا عظم. غادي نحتاج طبيعه الحال شويه ديال الزبيده فاش غادي نشحر هذا الشيء. غادي نحتاج واحد ربع حامضه مصيره، لان الا درت الزيتون ما خصنيش نكثر من الحامض باش ما تجينيش حامضه. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاج الملح، الفلفل الاسود، الكمون، ها نتوما شوفوا راس معلقه يعني واحد الكميه قليله. غنحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه ديال سكنجبير، الا عندكم البودر ديروها، عندكم سكنجبير اللي طري ديروه حتى هو كيعطي واحد النسمه زوينه، دونك غديروا واحد في هذا. الا عندكم طري ديروه، ما عندكمش ديروه اكتفي غير بهذا لي بودره. غندير واحد المعلقه صغيره ديال الفلفل الحمراء، وغادي نحتاج واحد جوج دويمات ديال البنه ديال الزعفران شعره، هادو الدويمات ديال الزعفران شعره، وحده غنديرها مع الخليط وحده غادي نديرها فاش غادي الشعريه نرطبها في الماء. غادي نلوح معها واحد الوحيده منها كتعطيها اللون، كيجي اللون ديالها اصفر ما كيبقاش ابيض، وكيعطيها واحد النسمه زوينه. دونك هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج في تحضير هاد الوصفه هادي. اول حاجه غادي ندير البنات، غادي ناخد مقلاة تكون كبيرة هاد الحجم هذا، شوفوا كيفاش كبيرة باش هكا تكفيني لهاد الخليط هذا. نشعل عليها النار. غادي ناخد الزبدة، أنا دائما كندير هاد الزبدة هادي راما. غادي ندير واحد الكمية باش غادي نشحر فيها داك البوري ديالي. واحد جوج معالق كبار تقريبا صافي، وغادي نبقى نشحر في هذا على ما تذوب لي الزبده. وغادي نحط البوري وغادي نحط المقادير اللي عندي. غادي نضيف داك البوري اللي عندي اولا البواغو ولا كل واحد كيفاش كيسميه. صافي نبقى نشحرو حتى يبقى ينزل شي شويه. هانتوما كتشوفو داك الفوري بقى كينزل واحد شويه. الفلفله الحمراء انا قطعتها على هاد الشكل هذا، مربعات صغيره جدا، هانتوما شوفو مربعات صغيره. والجزر حكيتو على شكل طولي الحكاكه اللي عندها ثقوب غليظه. غادي نزيد هاد الجزر الفلفل الاحمر طري، غادي نزيدهم. صافي ونبقى نشحر.
ملي كتدخلوا في هذا البسطيل هذا الحوت هذا الخضر هادو صدقوني كتجي زوينه وكتجي لذيذه وما كتجيش يعني غير الحوت والشعريه الصينيه باش ما كتجيش هي معجنه. صافي غادي نخلي هادشي يزيد يتشحر وغادي نمشي غادي نطحن هاد الكسبور المعدنوس مع الثومه غادي نطحنهم ونرجع لكم. بعد ما طحنت داك الخليط ديال القزبر والمعدنوس هانتوما كما كتشوفوا غادي نضيف واحد الكميه نضيف نصف الكميه والنصف الاخر غادي نخليه حتى نزيدو مع السمك. صافي والسمكه كتحرك غادي ندير التوابل ديالي الملح الخرقوم الفلفل الاسود وراس معلقه ديال الكمون غادي ندير التوابل غادي ندير الفلفل الاحمر دوماد البنه سكينجبير البنه نحاولوا نفرتو هكا بيدينا هكا صافي ونحركو بعد ما تشحرات لي داك الخضره غادي نحيدها وفي نفس المقله غادي نشحر الحوت. كاينه طريقه البنات طريقه اخرى حتى هي زوينه كديروا الزبده وديروا الحوت كيتشحر هو الاول وكديروا العطريه ديالكم ومن بعد ما كيتشحر داك الحوت كتهزوه وداك المريقه اللي كتبقى لكم هي اللي عاد كتشحروا فيها الخضره. يعني يمكن لكم ديروا طريقتين اما الخضره هي الاولى ومن بعدها الحوت اولا الحوت ومن بعد عاد الخضره. دونك غادي نهز هذه الخضره هذه اللي تشحرات وغادي نديرها في واحد الصحن واحد اخر ومن بعد غادي نشحر داك السمك ديالي. غادي نضيف كذلك واحد القليل ديال الزبده نضيف قليل ديال الزبده ونحط السمك يتشحر مع داك العطريه اللي بقات لي ندير القليل فقط بهذا الشكل هذا. السمك انا ديجا كترتو كما كتشوفوا يعني من بعد ما ديكونجلا درت واحد الشبكه بقى كيقطر وحيدت له من داك الماء اللي كيكون فيه قطعته مربعات. هنا كاين السمك الابيض وكاين السومو اولا لاكس وكذلك الكلام قطعته والكروفيت حتى هو كاين هنا. دونك انا عندي خمسه الانواع ديال السمك. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نشحر السمك اللي الابيض مع اللاكس غادي نزيدو داك العطيه اللي بقات لي نزيد قليل ديال الملح غير شويه باش ما يجينيش السوس ولكن من بعد غادي نزيد عليه الخليط ديال الخضر غادي يكون من السم ومعطر. في هذا الاثناء غادي ناخذ يعني ندير الماء يغلى باش غادي هو اللي غادي نديرو على الشعريه الصينيه باش هكذا ترطب يتشحر ونحاولوا ما نحركوش بزاف باش ما يتفتتش باش يبقاو داك الطريفات يكونوا يعني بقاو كبابرين. هانتوما تشوفوا الطريفات اللي قطعت على هذا الشكل هذا باش نوريكم الحجم يعني خصو يبقى الحوت باين شويه ماشي نقطعوه طريفات صغار بزاف ونحاولوا نقلبوا غير بشويه هكذا باش ما يتفتتش. من بعد ما يتشحر السمك الابيض غادي ندافع عليه الكالامار والكروفيت هما التاليين لانهم دغيا كيطيبوا. بنات من بعد ما كيتشحرنا داك الحوت
من الافضل نحيدوه بهذا الشكل هذا، نديرو واحد الصفايه هكا، شوف كي كيقطر منه داك الماء ديالو، ونحطو على داك الخضيره بهذا الشكل هذا، لان الا زدنا عليه داك الكالامار والكروفيت غادي تفتت لنا بزاف هاد الحوت. من الاحسن نحيدوه هكايا ونخليو داك المريقه اللي بقات هي اللي غادي نحطو فيها عاوتاني داك الكالامار وداك بهذا الشكل هذا. هانتوما داك المريقه اللي بقات هي اللي غادي نحط فيها الكروفيت والكالامار، هادو دغيا غير كي يعني غير كيشموا الرائحه ديال العافيه صافي كي صافي. كنبقى نشحر داك الكروفيت والكالامار دغيتو، نضيفو واحد شويه هاد الخضر هادو اللي كنا ديجا شحرناهم. هانتوما تاخدو غير واحد شويه ضيفوه لداك الكروفيت باش ينسجمو. هانتوما هاد الشكل هذا، كيفاش داك الشرموله ديالهم وداك العطريه تدخل مع هاد الكروفيت وهاد، يتشحر واحد شويه بحال هكايا وصافي. وها الحوت ديالنا واجد. فاش كيتشحرنا داك الكروفيت والكالامار الا بغيتو تضيفو الشامبينيو المعلب تقطعوه شي شويه باش ما تخليوهش كبير، تحاولوا تقطعوا واحد شويه وتضيفوا، هذا اختياري. اللي ما كيبغيش المذاق ديال الشامبينيو ما يديروش صافي، وكتخليه لان ديجا هو طايب. ها انتما كتخلطوا غير هكا وصافي وكتحيدوا صافي. وغادي نعاود نضيف داك الخليط اللي بقى لي يعني اللي ديجا حضرت، غادي نضيف كلشي في هذه المقلات هذه. ونحاول نخلط غير باش نحركو صافي، راني ديجا طفيت على النار صافي. ونخلطو باش يتجانس لي داك الحوت كامل مع داك الخضر اللي درنا. هاد الشكل هذا وصافي، ونخليوه يبرد. دابا غادي نقطع الزيتون الخضر، غادي نقطع المصير ونرجع نتلاقى معاكم. وشوفوا الذوق الا كان ناقص من الملحه تحاولوا تعادلوا المذاق ديالكم، وما تنساوش انكم غادي تزيدوا فيه الحامض مصير كيكون حتى هو مالح، والزيتون حتى هو كيزيد شي شويه ديال الملوحه باش هكذا يجيكم يعني الطبق ديالكم متوازن ما يكونش اي مالح بزاف. وبغيت نقول لكم اضافه واحده اخرى، الا بغيتو كنتو يعني كتبغيو الحار يمكن لكم تزيدوا شويه الهريسه او داك السودانيه الصغيره الحار تقطعوه طريفات وتضيفوه، هذاك الشيء على حسب الذوق ديالكم. الحار كيجي فيه زوين بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار. غادي ناخذ واحد البانيو ولا صحن كبير حطيت فيه الشعريه الصينيه، خديت انا الباكيه الكبيره وكنغلي واحد الغلاي ديال الماء وكنخويها عليها. صافي نبقى هكا كنحلها هذا الماء هذا. كنزيد داك الدويمه اللي قلت لكم كنطيحها تما، كتعطيني لون زوين للشعريه وفي نفس الوقت كتنسمها. ها انتما كما كتشوفوا نخليها على ما تطيب صافي، وغادي نصفيها. من بعد فاش كنحس داك الشعريه صافي طابت كندير واحد الشبيكه هكا كنصفيها، وكنزيد عليها واحد شويه ديال الزبده، كنبقى نخلطها حتى داك الزبده كتدخل في هذا الشعريه، هاد كتعطي واحد النسمه زوينه. ومن بعد عاد كنقطعها، كناخذ واحد المقص
وكنقطعها بهذه الطريقه هذه بلا ما نحتاج نديرها فوق داك البغيط ولا القطاعه اللي كنقطع عليها الخو يعني الربيع، غير بهذا الشكل هذا كتقطع مزيان. ها انتما كيفاش كتجي، من بعد الحوت ديالنا ما برد شي شويه غير شويه كنضيف عليه الشعريه ديالنا. غادي ندير القياس اللي غادي نحتاج، ربما ما نديرش هذه الكميه هذه كامله باش ما تجينيش عاوتاني هذا يعني هاد البريوات يكونوا غالبه ليهم، دونك غندير الكميه كامله على حسب القدر ديال السمك ديالكم باش ما يجيكمش الكميه ديال يعني الشعريه غالبه على السمك. غادي نبقى نخلط غير بواحد شويه هكا، حاولوا دائما ديروا في اناء كبير هكا، غادي نخلط هادشي مزيان مزيان، نحاولوا على داك الحوت باش ما يتهرسناش بهذا الشكل. غادي نضيف الزيتون الاخضر مقطع، وغادي نضيف الحامض المسير، انا درت هنا ربع ليمونه صافي، ونخلطوا هذا الشيء هذا مزيان صافي. هذه الحشوه ديالنا واجده، بقى لي غنضيف لها غير الفرماج غابي، غادي نضيفوا له حتى يبرد لي الخليط، تنخلي هذا الخليط حتى يبرد، لان الا ضفتو دابا غادي يتعجل لي داك الفرماج وما غاديش تجيني مزيانه هذه البريوه هذه. وعلى فكره هذا الخليط هذا هو اللي يمكن لكم ديروه الا بغيتوا ديروه بسطي هذه الحوت الكبيره اللي كتكون كبيره، يعني الا جاو عندنا مثلا ضيوف ولا شي حاجه يمكنكم ديروا هذه الطريقه هذه، ولكن نتوما غادي ديروها في الورقه الكبيره اللي كنديروا بها البسطيله هذه، وغنديروا منها على شكل قنينطات وهكا غادي يعني كنحتفظ بهم وفيما كنبغيهم كنجبدهم. وهاد هاد الحوت يعني هاد البسطيله هذه كنديرها انا بزاف في رمضان، كتجي زوينه بزاف، كنحتفظ بها في الكونجيلاتور وكنخليها فين ما كنبغيها، كنجبدها في الفطور اولا في السحور، بعض المرات في السحور ما كنبغيش ناكل شي حاجه كنجبدهم كنديروا عليهم شويه الفرماج كندخلهم للفران كيتحمروا صافي كناكلهم، كيجيو زوينين بزاف ولداد، وفيهم هاد الفيتامينات زعما اللي كاينه في الحوت راها زوينه بزاف، محتاجه يعني الدس ديالنا كتحتاجها بزاف، كتعوضنا كاع داكشي اللي كنفقدوه اثناء الصيام. يعني الا كنا كناخذوا السمك مرتين في الاسبوع في الايام العاديه، فرمضان راه خصنا ناخذوه 4 المرات ولا اكثر، يعني ما نكرهوش يوميا ناخذوه وراه ما يضرناش صافي. دوك غنخلي الخليط ديالي يبرد وصافي، ونضيفلو الفرماج، ومن بعد غادي نتلاقاو باش غادي نلفو هاد القنينطات صافي. داك الخليط درتو هنا في هاد الصحن اللي هو كبير، غادي ناخد داك 250 غرام ديال الفرماج، غادي نديرها هنايا، غادي نضيفها قلت لكم حتى يبرد لكم الخليط باش هاد الفرماج هذا ما يتعجنش صافي. غادي نخلطوه مزيان مزيان هاد الخليط هذا وصافي، ويبقى لنا داك الساعات غير يعني نلفو في الورقه ديالنا وصافي. هادشي اللي كاين، غادي نحاول نحل داك الورقه، هانتوما كما كتشوفوا كتحيد بسهوله يعني ما كتكونش لاصقه ولا هانتوما، وما كتقطعش شي. كنحطها هنايا، كنبقى ندير كميه بكميه باش ما كتيبسليش، كنحضر الكميه الاولى هاد الشكل هذا، كنفرقهم وكنحضر واحد شويه الزبده دائبه هي باش غادي ندهنها صافي، وكنبدا نلفف. والورقه الاخرى كنخليها هنا مغطيه هاد الساشي ديالها حتى باش ما كتيبسليش. غادي ناخذ الورقه ديالي بهذا الشكل هذا، كندهنها غير واحد شويه بالزبده، وناخذ الخليط ديالي ديال ولا الحشوه، نحاول ندير
يعني الحوت مخلط، ندير حبه الكروفيت، ندير بحال هذا الشكل هذا، وكانت نيه بهذا الشكل. كنعاود ندهن هاد الجوانب هادو صافي، وكنلففها هكايا. صافي، وكنحطها في واحد الصحن واحد اخر، كنستمر هكا هاد العمليه هادي. كندهنها بالزبده باش هكا ملي كنطيبوها كتجي مقرمشه وكتجي محمره. نحاولوا نخلطوا الحوت، صافي كنستمر بهاد العمليه. يعني التنين ديالها ساهل، كنديرو على شكل سيجار الشكل هذا، ونحاولوا نزيرو يدينا في داك التنين الاولى، نحاولوا نزيرو يدينا. هانتوما كما كتشوفوا كي كتجي زوينه وسهله، سهله يعني في التنين. حتى هاد الورقه هادي كتساعدنا بزاف، ما كتقطع ما والو، يعني واخا كنجبدوها واخا كن صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الخليط ديالي اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه كيفاش نطيبوها وكيفاش نحتفظوا بها. صافي الطريقه سهله يعني بالنسبه للسيدات المبتدئات ولا اللي كيلقاو صعوبه باش يتنيو هذا البريوه هذه، ولا القنينطات هادو راهم كيجيو ساهلين. صافي بهذه الطريقه هادي نكملوا هاد الحشوه اللي عندنا ونتلاقاو من بعد. هادو البريوات ديالنا ولا القنينطات ولا لينين كما كل واحد كيسميهم، بعد ما لففناهم في هاد الورقه كيجيو على هاد الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو زوينين. دونك واحد شويه غادي نحتفظ به وشويه غادي نطيبو. غادي نديرو في صحن الفول اللي كيدخل الفرن فوق ورق ديال الفران، وغادي ندير فوقو واحد شويه ديال فرماج غابي وصافي، وندخلهم يتحمرو من الفوق ومن التحت. ما هادو ما كنقليهمش، من الاحسن ما تقليهمش باش ما يشربو لكمش الزيت، ديرهم غير في الفران طيبوهم، ونتلاقاو ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي من بعد ما يطيبو. هادو البريوات الا بغيتو تحتفظوا بهم، هانتوما شوفوا كيفاش يعني استفتو في هاد لابواط. كديروا الطبقه ديال داك البريوات، ومن بعد كديروا الفيلم اليمونتير من فوقه، وكتبقاو هكا ماشيين بالطبقات، ومن بعد كديروا فيلم اليمونتير في الاخر وكتغلقوه مزيان، يعني تكون شي بواط محكمه الاغلاق وصافي. وكديروها في الكونجيلاتور ديالكم وتكتبوا الاسم ديال يعني شنو دايرين فيها، وهكذا يمكن لكم تحتفظوا بها. ها البريوات ديالنا بعد ما طيبناهم، شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو زوينين مقرمشين. كندير فقط الفرماج غابي من الفوق وكنطيبهم، ممكن لكم تقدموهم يعني في رمضان، يعني كيجي واحد الشهيوه كتجي زوينه في الفطور ولا في السحور ولا في اي وقت بغيتو الا كان عندكم ضيوف، يعني زوينين وكيجي المذاق ديالهم زوين. صدقوني جربوا هذه الوصفه هذه وغادي تعجبكم، غتبقاو ان شاء الله دائما تصوبوها. البنات كنت نقول لكم بالصحه والراحه الا جربتوها في البيوت ديالكم، وإلا عجبكم هاد لافيديو هادي بارطاجيوها مع الأهل ديالكم والأصدقاء ديالكم، وديروا ليا لايك. وبالنسبة للناس اللي مازال عاد شافوا القناة ديالي كنقولوا مرحبا بكم، اشتركوا في القناة ديالي باش هكذا نشجعوا بعضياتنا، وإن شاء الله نزيدوا القناة إلى الأمام. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم ديال هاد النهار. يلا بسلام عليكم البنات، خليتكم على خير.